رضوان يسجل هدف الاول لنار الطائل من عند الكرمل. رضوان بكسه الهدف الاول. طبعا اسفيا يلعب بدون حارس مرمى طبيعي بعد اصابه الحارس البديل بكسر في قدمه. واحد صفر لفوائل من دير كرمل على فوائل اسفيا. خذ نفس مروان، خذ نفس. اسعد يا لك اسعد، لون فتيه لون فتيه. كاين ايسا كاين ايسا مينا كاين ايسا ورا. سلامي سلامي، حدو حدو قريب. طب مروان طب مروان شو دخل؟ ها كفال وزي قدم الكرة، كرة عرضية جيدة، هدف لكن في الخارج. الحارس ينقذ مرة مع اسفيا من هدف اكيد. انا استنى امير، استنى امير ركنية و اربكة وهدف، هدف ثاني لفريق الطائي من دار الكرمل. المسجل هو زاهي نصر الدين. إذن زاهي نصر الدين سجل الهدف الثاني لفريق نار الطوع المهم دالية الكرمل. زاهي زاهي وقف وقف الطابة وقف الطابة. شوفيت 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 ارجع لاي 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 ارجع مع ارجع مع لاي. واحد كفاء وكرة بينية لم تصل إلى لاعب. يلا سيد كفاء سيد كفاء خرب عليه مروان. جيد جدا، لاعب جميل جدا من فريق قوى من دار الكرمل. كاتشيني سلامي كاتشيني كلا سلامي. كرة بينية ماهر العب يلا قدم لاي لاي النص النص إلى خد طابي خد طابي سلامي لاي خد طابي منه. سيطرة كاملة لفريق الطامين دي الكرمل على مجريات اللعب وكرة إلى ما إلى هيفا في الخارج ضعيفة جدا. تسديد يا هيثم يا هيثم يا هيثم يا هيثم ابعد دوكم الجاي على الكاب على الكاب الجاي. هيثم طويلة إلى ماهر. ماهر 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 يلا ارتحوا واه ثانية ثانية مش ماشي مياسة طلعها طلعها ماهر تبي الفا
راس مروان زاهي إلى ماهر و هدف جيد جدا هدف ماهر حلبي المهاجم المخضرم والخطر جدا سجل الهدف الثالث في الأواني الأخيرة من الشوط الأول 3-0 هذا